حركة 20 فبراير كما هو البرنامج اللي فكرته هو أن المحاملات ديال التهدئة هي غتشرح وتفهم الناس الموقف ديال مقاطعة الدستور. في هذا الأثناء الخطاب الملكي كيجي أنه يقبل الحقوق ديال كافة الأطراف اللي كتقول نعم ولا كتقول لا ولا غيقاطع، ولكن مضامين الخطاب الملكي ما فهمناهاش ديك الساعة، حنا فهمناها في الميدان، وفي الميدان شرحت لنا الدولة مفاهيم مضامين الخطاب الملكي واللي كيتجلى كالآتي: أن الضيف ديال الشعار الخطاب الملكي هو زائف، أن ملي كنخرج حنا كنعملوا مقاطعة. اليوم كان مجموعة من المناوشات حيث تم الطرف ديالي أنا وهجموني من طرف عون السلطان اللي هو مقدم، جا وضربني وجمع علينا الناس وسبقوا لي وضربوني كذا ولا شهرين. هذا بالإضافة، ومع ذلك بقينا مصممين أننا نعملوا المسيرة ديالنا اللي هي سلمية تعبوية كنشرحوا الناس معاني الدستور، خرجوا لينا في السيوفة بالمواس، وكانت هناك إصابات، كانت هناك مناوشات وكذا إلى آخره. ولكن التهدئة لنعم الدستور، حنا لسنا ضدها، يبغى يعبى الدستور من الأحزاب لسنا ضدها يعبى، ولكن واش هو هذا مضمون التهدئة ديال النعم؟ كنشوفوا كاين الغيطات، كاين قناوة الدراري الصغار والشباب ما فاهمين والو، كيجيو كيشطحوا كيعمروا الساحة. بحال مثلا اليوم الإشاعة اللي كانت رايجة هو أن الشباب 20 فبراير مسجين يحتلوا الساحة، وجابوا مجموعة من الفاردونات هما في الخلطة وكذا وما زادتش القناوة. يعني هنا كيجعلوا كيخلقوا الإشاعات باش كي الشباب اللي متخلطين كيتحمسوا. ما فهمتش أنا هذا الشيء. هذا هنا كيتطرح مجموعة من التساؤلات: أولا شكون كيمول هذا الشيء؟ واش هي الدولة؟ إذا كانت الدولة في الحاجة معها، واش هما رموز الفساد؟ وأنا على حسب ما فهمت أن هناك جهة اللي هي رموز الفساد، هما اللي كيمولوا هذا الشيء، هما اللي خدموا هذا الشيء باش كيضربوا عصفورين بحجر. أولا كيقولوا للدولة احنا واقفين معك، ثانيا كيوجدوا الحملة الانتخابية اللي مشت. وهنا كيتطرح تساؤل كذلك: لماذا الأمن محايد؟ علاش ما كيجيش يحمي المتظاهرين؟ علاش ما كيجيش يحمي الناس اللي كتقول لا للمشاركه بالاستفتاء؟ علاش ما كيجيش يحميهم؟ وعلاش كيجي غير يقمعنا وما كيجيش يحمي المتظاهرين؟ مع ان مسؤوليته خصو يكون هو حفظ الامن وليس حفظ النظام السياسي. الدور ديال الامن هو حفظ الامن، ماشي هو حفظ النظام السياسي. هو الشيء اللي كنشوفو دابا هو انه كيجي يحمي البلطجيه وكيجي يحمي الاحزاب الاداريه والشباب اللي كيتخلصوا كذا، ولكن الشباب الشعب اللي كيخرج يقول لا للاستفتاء كيسبوا وكيضربوا من طرف البلطجيه من طرف عون السلطه حتى من رجال الامن بزي مدني، كيضربوا من طرف رجال الامن بزي مدني، كيكثر من حاله في هذا الشيء. بالتالي حنا كشباب 20 فبراير نقول انا رغم هذا الشيء هذا كامل، وهذوك البلطجيه وهذوك الناس اللي صابرين 100 درهم وخارجين باش يضربونا، كنقولوا لهم انتم خوتنا وحنا تحت شعار لا للعنف فستظل سلمية، لا للعنف فستظل سلمية، لأن هذوك اللي كيخرجوا يضربونا حنا كنقولوا لهم هذوك خوتنا، وإن الله غفور رحيم، إن الوطن غفور رحيم. اللي خرج اليوم يقول نعم واقتنع مع راسو وقال لي قطع استفتاء يجي مرحبا، مع الناس سياسة العين بالعين والسن بالسن، أبدا مع الناس السياسة، وسنبقى متشبثين بمطالب إلى غاية تحقيقها تحت شعار سلمية سلمية لا للبلطجية.